السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد أوقاتكم متابعينا الأعزاء، معكم الدكتورة صدرانية ريهام حسين المناوي. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، يا رب يجمعنا كل عام بالرزق والصحة والسعادة. حابة أقدم بهذا الفيديو عن موضوع مهم كتير كتير في شهر رمضان المبارك، هو مشروب الخروب. بس قبل ما نبلش بالفيديو، ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، والاشتراك بالقناة لو مش مشتركين فيها، وتفعيل الجرس ليصلكوا كل شيء جديد، مشاركة الفيديو لصل أكبر عدد المشتركين. يلا نبلش مع بعض. سبحانك ربي، خلقتنا لنعلم وعلمتنا ما لم نعلم. ربنا ما بيخلق الشغلة للإنسان فوائدها القيمة للجسم، فربنا خلق الأعشاب الطبيعية لفوائدها أكثر من أضرارها. فأنا في هذا الفيديو حتكلم عن معلومات قيمة وعلمية وطبية عن الخروب، إن شاء الله ربي تنال إعجابكم. ما بدي راح تمله، حتكون معلومات مختصرة. أول فائدة للخروب، يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والأملاح المفيدة للجسم التي تدعم الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وأيضا يحتوي على عنصر البوتاسيوم اللي تكلمنا عنه بكثرة سابقا، الذي هو مسؤول على منع العطش خلال 16 ساعة اللي بنصومه في شهر رمضان، وأيضا مفيد للضغط وأيضا مفيد للسكري. القيمة العظيمة للخروب أنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والحديد. طالما حكينا كالسيوم وحديد، فيهم أشياء كتير جامة ومفيدة للجسم. طالما أنه بيحتوي وغني بالحديد، مفيد لمرضى الفقر الدم والأنيميا اللي دمهم ضعيف، يشربوا مشروب الخروب بيقوي لهم اللي هي كريات الدم الحمراء، مسمى دمهم بينتظم. بالنسبة لأنه غني بالكالسيوم الذي لا يحتوي على الأوزالات، طالما لا يحتوي على الأوزالات فهذا الكالسيوم يبقى ممتاز كتير للعظام وللأطفال والكبار. بالنسبة للأطفال بيقوي لهم اللي هو العظيم تبعهم، بالنسبة أيضا للكبار برضه بيقوي العظيم تبعهم، وأيضا طالما اللي هي كالسيوم من غير أوزالات بتكون كويسة كتير كتير لمرضى النخرس، وأيضا مفيدة لمرضى الضغط. الخروب كتير كتير مفيد لمرضى السكري، حيث انه يمنع امتصاص السكر وهضم السكر في الجسم، وبيخرج بالتالي عن طريق البول. ولذلك يستخدم المرضى السكري الخروب بأريحية 50 ملي ل 100 ملي كوب في يوميا، ما له أضرار، بالرغم انه حلاوته 50% اكثر من حلاوة السكر، الا انه ما له أضرار لمرضى السكري، كتير كتير مفيد لإلهم. وما راح ننسى القيمة العظيمة للخروب للرياضيين. الرياضيين كتير كتير ممتاز إلهم مشروب الخروب، بمد لهم بالطاقة والحيوية والنشاط، وأيضا بقوي لهم العضلات تبعتهم أثناء ممارستهم للرياضة. والسر العجيب إنه مسموح مشروب الخروب يتناولوه مرضى الضغط، على إنه يحتوي على نسبة قليلة جدا جدا من عنصر الصوديوم، بالعكس من احتوائه على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم. هذا يؤدي عدم احتباس الماء والسوائل الجسم وتطلع خارج الجسم. كثير من الأشخاص بيعانوا من احتباس الماء في الجسم، فبيقولوا إنه جسمنا كتير وزنه زائد بالرغم إحنا بناكلش، فبيكون احتباس الماء وخاصة في القدمين بيكون رجليهم نفخين. فبنصحهم يتناولوا مشروب الخروب لأنه بيعمل على إخراج كمية كبيرة من الماء وبرجع الوضع طبيعي. مثل ما قلنا سابقا انه مشروب الخروب كتير ممتاز لجهاز المناعة، بقولنا جهاز المناعة، وبيخلص الجسم من الميكروبات والجراثيم والفيروسات، ايضا كتير له دور كبير في الجهاز الهضمي. كتير ممتاز للقولون العصبي، لقرحة المعدة وللمريء. اي شخص عنده قرحة معدة بانصحه يستخدم مشروب الخروب، كتير كتير ممتاز للحزاز والاشياء هاي. وايضا كتير مفيد الخروب للانتفاخ البطن، وايضا حيث انه طارد للغازات. الخروب كتير مفيد للجهاز التنفسي، بحل كثير من مشاكل الجهاز التنفسي، بوسع الشعب الهوائية وبنقي الرئتين من السموم الضارة، وايضا مفيد لحل مشاكل الكحة والبلغم وغير ذلك من مشاكل الجهاز التنفسي. ما راح ننسى الخروب تناوله بحل مشاكل كبيرة من الجيوب الأنفية، يعمل على انخفاض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية الضارة للجسم. ما راح ننسى الخروب مهدئ عام للأعصاب ومقوي للأعصاب، بيشتغل زي شغل اللي هي حبة الديازيبام للأعصاب، سبحان الله.
بس في نقطة بدي احكيها، انه تناول الخروب او تناول الاعشاب بشكل عام مش علاج دائم للجسم، يعني مش راح نترك الادوية تبعتنا ونستخدم الاعشاب، لا، احنا بنستخدم الاعشاب بالاضافة للادوية تبعتنا اللي بكتب لنا اياها الطبيب، تمام؟ ولكن بيكون في عنا فحوصات وبنشوف ايش بدنا نقلل من الاستخدام التدريجي من الحبوب تبعتنا بالاضافة لاستخدام الاعشاب كالكركديه والخروب وعرق السوس وغير ذلك من الاعشاب اللي ربنا خلقها. الخروب يستخدم في ضعف الذاكره القصيره. ضعف الذاكره القصيره يعني شو؟ يعني انا وين حطيت القلم؟ تو كان معي القلم وين حطيته؟ الكتاب وين حطيته؟ هل انا صليت؟ سبحان الله، بتكون عندنا الذاكره عندنا كل متذاكرين الشغله لكن في نفس اللحظه بننساها. فبنصح طلاب الجامعات وايضا طلاب التوجيهي وبشكل عام اي شخص يستخدم مشروب اللي هو الخروب بقوي له الذاكره. الذاكره اللي ضعف الذاكره البعيد اللي هي زي كبار السن والشيخوخه وغير ذلك بكون عندهم الذاكره كثير ضعيفه، بنصحهم يستخدموا الجينكو بايلوبا. سبحان الله، الخروب خالي من ماده الجلوتين، فلذلك يستخدم لمرضى المصابين بحساسيه الجلد وايضا مرضى السيلياك وخاصه حساسيه القمح. الاشخاص اللي بيعانوا من حساسيه القمح بنصحهم يتناولوا مشروب الخروب. الفائدة العظيمة للخروب انه يستخدم للاسهال المزمن، لعلاج الاسهال المزمن وخاصة عند الاطفال، بنصح الامهات انه يعطوا الطفل من الخروب بالاضافة الى الكربوهيدرات اللي هي الارز، والابتعاد عن الوجبات اللي هي القمح وايضا منتجات الالبان. الخروب مقوي عام للرجال وايضا بيعمل على ادرار الحليب لدى النساء. الخروب مصدر للالياف، فهو يستخدم لانقاص الوزن لانه بحسس الانسان بالشبع، سبحان الله. وبهيك متابعينا الاعزاء بكون حاكي معلومات طبيه وعلميه مختصره عن ثمره الخروب، يا رب تكون نالت اعجابكم، وبنصح اي شخص انه يستخدمها لانها كثير كثير مفيده زي ما حكينا عنها. وكل عام وانتم بخير وتحياتي للجميع.